طبعا فكره على اخر تحضيرات مستعدات فريق الاتحاد الذي كانت الموسم الجديد نعم استراحه فنيه خسر وبعدها نمشي ونحكي طبعا مع المدرب الجديد لفريق الاتحاد الذي تضمن ليش التوليد حوار حصري لبرنامج بين موسمين استراحه فنيه خسر ثم نتوسط. Thank you.
شاء الله باش يكون مطول شويه معاك في برنامج بين موسمين، واكيد جماهير الاتحاد التطوير الناس اليوم باش يعرفوا برشا اشياء وخاصه في تفكير المدرب وليد الشدوي. اكيد مرحبا بك. مرحبا خويا عمر ومرحبا بجمهور الاتحاد. وليد نبداو يعني هي نقولوا على مستوى التدريب، هي التجربه الثانيه على مستوى الرابطه المحترفه لكره القدم من موسم فارس ملعب الكيرشي. كنت برا معنا في السعودية، عملت 4 سنين في السعودية ناجحين الحمد لله. جيت رجعت الجيمس كومات جوا من الأول، مدرب مساعد مع خالد بن يحيى مع محمد الكوكي، ومن بعد خليت بزاف من الأمور في الموسم اللي بعده. كما شفت الناس الكل يظل يعمل اللي بريسك ممتاز جدا، توا تجربة جديدة وتحدي جديد في جمعية باهية وجمعية كبيرة وجمعية خذت سمعة باهية في كرة القدم التونسية اتحاد التطوير. إن شاء الله ربي يوفقنا ونعملوا عام يكون أحسن ولا كما الموسم الفارط إن شاء الله. وليد يعني التجربة الجديدة اللي تحب تعيشها مع اتحاد التطوير، يعني أكيد كل مدرب شاب يعني ماذا به ينطلق في مع فريق على الأقل عنده تجربة في الرابطة المحترفة ولا كرة القدم، لكن ربما اتحاد التطوير عنده زوج مواسم، يعني نقول واحد الموسم الثاني على التوالي عاش تجربة أولى عام ثم نزل، المرة هذه عنده تجربة ثانية، ربما العام هذا ينجم يكون صعاب ولا يكون بالعكس إيجابي بالنسبة لك أنت كمدرب شاب عندك رغبة باش كما قلت معناها النجاح في 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 تجربة أخرى في الرابطة الأولى. صحيح كلامك، أما أنا نشوف يمكن من ناحية أخرى، نشوف من ناحية المدرب اللي شنو هما العوامل اللي راهم مدرب ولا اللي يتمناهم في أي جمعية باش ينجح. أنا راهم موجودين في اتحاد التطوير، البيئة سليمة، البيئة باهية برشا، نجح المدرب، إدارة ممتازة حق، معناها يعطوك أريحية كبيرة اللي باش تخدم باش تنجح، زادا يوفروا لكل شيء هذايا اللي ممكن مع الأسف ما لقيتوش في ملعب الجيمسي، وبرغم هذا نجحنا. لكن كي ما حكيت حتى مع اسكندر القصري اللي شكر لي الفريق وشكر لي البيئه وجمهور زاد اللي يصبر على المدرب ويعطي قيمه للمدرب ويمكن يشوف خدمه المدرب ويقيمها مليح، هذه عوامل ممكن انا راهم موجودين في اتحاد التطوير مش موجودين في برشا جامعات تونس، يمكن 3 4 الكبار وجي مع اتحاد التطوير. ان شاء الله العوامل هذه تتوفر سنة وان شاء الله النجاح يكون حليفنا. شو الجمهور خلينا نحكيه على برنامج الكرة المستقبلية والأهداف، أكيد أكيد توا عملت اجتماعات مع المديرة مع رئيس النادي مع المغربين منك اللي باش يخدموا معك بطبيعة الحال. الجمهور هذا في تطاوين بطبيعة الحال يتكلم معك كثير، المدرب وليد الشدوي يعرفوا ربما ملاعب في تونس أكثر وليد الشدوي، خلينا نعطيو الجمهور هذا في تطاوين على الاسم هذا. والله ما نحكي برشا على روحي، خلي ديما التقييم الفنيين ولا يقيموا خدمتي انا، لكن في كلمتين وليد الشدوي مدرب رباح، وليد الشدوي يحب ينجح حتى في ليزونترمون، نحب ننجح، نحب الهدف نتاعي دخلت التمرين لازم ننجح فيه، اي تمرين لازم ينجح، نحب الملاعب رباح، نحب الملاعب الجارح، نحب الملاعب اللي يعطي ما غير حدود، نحب الملاعب اللي يخرج مضروب اللي ما يحسبش من اجل الجمعيه من اجل اصحابه. هذا هو وليد الشدوي، معناها يمكن حاجه لكن في التيران يمكن حاجه اخرى، معناها ما نجمش نتكلم روحي، ان شاء الله يشوفوا الخير ما في نولي الشتاوي، يشوفوا بالخدمه ان شاء الله توي يكتشفوا اكثر المدرب نولي الشتاوي. وليد يعني غبون مركز التدريب تاع الاتحاد التطوير، يعني نعاود نرجع ونقول يعني يخليك ربما في تحدي ثم نقطه ربما جمهور رياضي اختار الناس كانت عنده نحو
في مش في تطوير برك حتى في تونس تسول تعرفوا اخلاقيا يظل الناس كل تسفت عليه من كلمه رئيس الجمهوريه. اليوم مرحوم ان شاء الله خلى وصيه وخلى الجمعيه في مكان معين ما يلزمش نطيحوا على المكان هذيك. كما حكيت شوف المدرب راهو ينجحوا والنتائج نتاعو تحب تكربهم ويمكن تجيش نتائج في فتره معينه لكن الخدمه نتاعو تخليه زاد فهمت ان شاء الله وليش نتاعو انا انسان خدام الحق كما كي ما نحبش نحكي برشا على روحي انسان نخدم نتعب برشا نحب نوصل الهدف نتاعي عندي طموحي ملي بديت في التدريب عندي اهداف مرسومه قدامي باش نمشي فيها ان شاء الله وصلت لنسبه معينه من الهدف نتاعي اليوم تحت طويل مرحله جديه في حياتي الكرويه التدريبيه باذن الله سامي العليم اللي باش نحط التوب والتوب باش ننجح فيها. الاداره حكينا حق شفتهم ما انا متفاهمين وعباد واعيه شنو قاعده تعمل. اكيد باش يشوفوا مدرب خدام ويشوفوا مدرب قاعد يخدم والريزلتات جايه وما تتحسن وتمشي وعاملين نتائج باهي اكيد باش يخلوه يخدم مرتاح. باش نمشيو الان الى اللي حاب يسمع الجمهور يعني توا يعني الاجتماعات اللي صارت مع المديره الاتفاق وين خرجوا ركائز الفريق ثلاثة ركائز الفريق خرجوا من الجمعية من العمليون بوم وش بسهل لك باش تتعوضهم لكن مش مستحيل معنا اللي ان شاء الله الانتدابات اللي جايين زاد باش يكونوا في المستوى وش نخدموا وحنا لهنا كإطار فني اللي باش نخدموا باش نعوضوا معنا اللاعبين اللي غادروا هذوما الهدف نتاعنا مرسوم اكيد باش تكون كيما الموسم الفارط باش نبداو في البطولة معنا نحققوا مرتبة باهية وفي الكاس باش نمشيو في معنا الحد الأقصى في الكاس باش نوصل للحد الأقصى معنا وباش نكونوا جمعية باهية زادة ولاد جمعية زادة ما فيها باس اللي ندخلوا اثنين كيما عملنا في جيبس عملنا كل ثلاثة أربع لاعبين من ولاد الجمعية الصغار عطيناهم فرصة ولعبوا وبرهنوا هذوما الهدف نتاعنا من أجينا ممتاز اللي بيجي ويخدم على روحه كيما اصحابه وان شاء الله اللي يسحب باش يكون
في حراسة المرمى ما شاء الله نعطوا معناها الكوميدي حق الحق. ساعات تلقى ملابي الشاب ويحب يعطي ولو الجمعية صغير ويحب يطلع ويحب يعمل اسم يمكن يعطيك أكثر من ملابي منتدب من برا ويجيك برشا فلوس ومن بعد تخليه على البنك ولا تخليه برا في كذا اللي وقتها تولي ولد والجمعية ولي أولى ولا ملابي شاب أولى التوجه هذا مشينا فيه صحيح وإن شاء الله فما ملاعبين باش يجيو للاختبار من الجزائريين اللي بيا في العمر هذا قل ما حشي سنة ان شاء الله يكونوا في مستوى وكما احتجت يمكن ما نغزروا شرو في باش يلعب مغزوش العمر ولا الانتداب ولا القيمه الماليه بقدر من العطاء في الملعب. وليد على مستوى التحضيرات برنسيب غدوه لما حتى غدوه تبدا في التحضيرات يعني شنو البرنامج العام للتحضيرات كيفاش باش يكون نوزج تربصات اكيد عندكم توا واضح الامور وحضرت امورك في الناحيه هذه. اكيد عملنا البروغراماسيون تاعنا عندنا برشا معناها حكينا ستاف تكنيك وعملنا البروغرام تاعنا وعطينا الهيئه المديره تاعنا واللي ما قصرتش